المواجهة هنتكلم عن الخدمات اللي هيبدأ تفعيلها قريبا لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا على موقع دعم مصر بشكل تجريبي بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيا منذ بداية أزمة كورونا. مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات. أهلا بيك يا دكتور عمرو في المواجهة. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طيب موقع دعم مصر واهميته، خلينا نبدا من اتاحه الوزاره للعديد من الخدمات لاصحاب البطاقات التموينيه الكترونيا على موقع دعم مصر بشكل تجريبي، طبعا ده بعد ما نجحت تجربه بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد الكترونيا منذ بدايه ازمه كورونا، ماذا يعني ذلك واهميته ايه من وجهه نظرك؟ في البدايه احنا مع بدايه جائحه كورونا كان صدور توجيهات معالي وزير التموين والتجاره الداخليه لمواجهه هذه الجائحه بمنع الاختلاط والتباعد. صدر هذا القرار بايقاف مؤقت لجميع الخدمات اللي تقدم على منظومه اداره البطاقات على الحالات الطارئه وهي بدل فائد وتالف. ايوه. وصاحبه ده بالتوازي اطلاق هذه الخدمه على اداره دعم مصر مع تخفيف على السادة المواطنين في حاجتين. الجزء الاولاني كان لو بدل فائد او تالف كان بيطلب من المواطن ان هو يجيب حواله بريديه ايوه بقيمه ال 20 جنيه اللي هي قيمه اصدار البطاقه. معالي الوزير اعفى المواطن من اصدار شراء هذه الحواله او اجراء هذه الحواله مع في حاله الموافقه على الطلب يتم خصمه من الدعم مع اول شهر سنه. البدل التالف كان بيتطلب من ضمن الشروط ان هو بيعمل محضر في القسم بفقده لهذه البطاقه. برضه هذا التوجيه يسر على الساده المواطنين بان ما يبقاش في هذا المحضر وبيتقدم مباشره سواء على مكتب التموين او على اداره دعم. الهدف كان زي ما قلت في البدايه هو تقليل انتشار الفيروس او ان الناس ما تتقلش يبقى في تباعد ما بينها. ايوه. سواء من خلال الموقع اللي هيتم من اي وسيله الكترونيه سواء كمبيوتر لوحي او هاتف موبايل او اي شيء متوصل بالانترنت كمبيوتر لابتوب ما الى ذلك. ده هيوفر على الساده المواطنين اللي ما بيقدروش يستخدموا هذه التكنولوجيا لاي سبب من الاسباب مساحه افضل في مكتب التموين. الوزارة كمان هتتيح من خلال الموقع الإلكتروني خدمات استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج، إيه شروط ذلك وكيف يحدث؟ تمام. باستمرار هذه الجائحة إن شاء الله تمر على خير، كان لزمن علينا إن احنا نتعايش معها، فمش معقول إن احنا هنفضل موقفين هذه الخدمات. فإحنا حاليًا في مرحلة التجريب إن أنا مش عايز المواطن يكون هناك تزاحم او تكالب على مكاتب التموين، فهنمشي هذه الخدمه في مكاتب التموين ايضا بس لما نتاحها الاول على الموقع ونستقر عليها. ايه هي الخدمات؟ زي ما حضرتك تفضلت واشرنا في البدايه بدل فائد وتالف هنستمر فيه، ثم هيبقى في تفعيل البطاقات ودي خدمه جديده ان من خلال موقع اداره الدعم مصر هيبقى متاحه من خلال الموقع فقط، ان يستطيع المواطن ان هو يفعل البطاقة ويحصل على رقم السري بتاعها، أو لو في حالة إن هو نسى رقم السري يستطيع إن هو يخش على الموقع ويعمل إعادة إرسال للرقم السري من جديد. خدمات قديمة ستعود زي إصدار البطاقة الجديدة على القرار الاستثنائي رقم 198. إصدار بطاقات جديدة لمن ليست له بطاقة خاصة للفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي. خليني هنا بس يعني نطلع تكافل وكرامه بره الموضوع وهتكلف معاها لوحديها. طيب بقيه الخدمات زي العماله الموسميه زي المعاشات زي المرتبات الضعيفه زي القشر كل دول هتطلع لهم بطاقات عادي جدا من خلال الموقع وبرضه بؤكد من خلال المكتب. ايوه. الفصل الاجتماعي سيتم برضه للمتزوجين او من يرغب في عمل بطاقه مستقله للزواج بيتم من خلال الموقع وبيتم فيها اصدار بطاقه للفرد ده لاول مره اللي هو بيبقى في التموين بس اول مره يبقى رب اسره.
نقل البطاقة من محافظة صرف إلى محافظة صرف، إذا كان المواطن انتقل لأي ظرف لمدينة أخرى بيحق له من خلال الموقع إن هو يحول البطاقة وبتصرف من الشهر الذي يجي. أرجع لحضرتك بقى لموضوع تكافل وكرامة. أيوه. تكافل وكرامة حتى قبل إيقاف إصدار البطاقات الجديدة كان المواطن بيتقدم بنفسه لاستخراج بطاقة تكافل التموين إذا كان يحصل على أيا من الخدمات الاجتماعية اللي بتقدم سواء تكافل وكرامة أو السداد أو الضمان أي حاجة من هذا القبيل. الفترة اللي فاتت شهدت حراك شديد ما بين وزارة التموين وما بين وزارة التضامن ونوع من أنواع التكامل ما بين الوزارتين اللي بيقدموا خدمات للمواطنين سواء بالدعم النقدي أو النقد المشروط أو العيني. وتم الاتفاق على أن أي مواطن سيتقدم للحصول على بطاقة تكافل وكرامة أوتوماتيك لو هو ما بياخدش تموين هتطلع له بطاقة تموين. أيوه. بدون ما يتقدم. ده حقه. طيب احنا عندنا الجزء التراكمي او الناس اللي موجوده فعلا بتاخد تكافل وكرامه دلوقتي مش الجديده اللي هي الناس القديمه اللي بنسميه الباكلوج ده بصينا عليه بشكل مفصل ودرسناه وطلعنا حوالي 50,000 بطاقه يعني 50,000 اسره كانت لا تستحق او كانت لا تصرف تموين وتستحق التموين نظرا انها بتصرف تكافل وكرامه وتم اصدار هذه البطاقات وسلمت. يبقى دلوقتي تكافل وكرامه المواطن مش هيتقدم ايوه فينا؟ لا ده احنا هنوصلها له لغايه عنده طالما ان هو يستحق وان هو من الفاتت اولى بالرعايه. ممتاز ممتاز جدا. يعني يا دكتور عمرو انا عندي كم من الاسئله كبير جدا لكن طبعا الوقت مش هيسعفنا لهذا فاحنا طبعا على موعد وعلى وعد منك ان احنا نعمل لقاء اخر، لكن يعني برضو نسال على سؤال اخر مش مرتبط باللي احنا قلناه. حضرتك صرحت في احاديث صحفيه سابقه بانه هناك 10 مليون مستفيد وهمي ببطاقات رقم قومي غير صحيحه، ما يعني هذا التصريح وازاي تم التعامل مع هذا الموضوع؟ التصريح ده كان في سياق ان بنتكلم على رحله توطين تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي داخل وزاره التموين منذ تولي معالي الدكتور علي المسلحي الوزاره، وده كان في بدايه 2017 مع تحديدا في 1/1/2018 تم عمليه دمج قواعد البيانات المبعثره قبل هذا التاريخ في 3 شركات لقاعده بيانات موحده ودرست بعناية واتضح من خلال الدراسة وجود أكثر من 10 مليون مستفيد وهمي. أقصد بيهم أن البطاقة بتصرف مثلا 5 خبز و10 تموين وكل اللي موجود عليها 2 فقط. أيوه. دي في عليها أرقام قومية 000 أرقام قومية مش موجودة أصلا، أسماء مش موجودة أصلا. تم حصر هذا الكلام بالتعاون والمجهود الوثيق اللي تم بين أو التعاون الوثيق ما بين وزارة التموين والسادة هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا ننسى فضل ومجهود مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي. تكاتفت هذه الجهات جميعا في تنقية قواعد البيانات من الوهميين، وزي ما قلت الوهميين دول هم ليس لهم بيانات حقيقية. أيوه. وأصبح دلوقتي اعتبارا من 1/1/2019 لا يوجد في قواعد بيانات وزارة التموين أي تكرار. أيوة. أي أرقام قومية خاطئة، أي رقم قومي مش مرتبط بالاسم، أي متوفي، أي مهاجر، كل دول تم حذفهم من بطاقة التموين. وأصبحت بطاقات التموين هي بطاقات بتعكس فعلا الوضع الحقيقي. ناس أحياء متواجدين على داخل أرض جمهورية مصر العربية غير مزدوجي الصرف، تبادل بالإضافة إلى التعاون ما بيننا وما بين وزارة الصحة من خلال المحول الرقمي الحكومي جي تو جي. حاليا ما بمجرد ما بتحصل حالة الوفاة ذوي المتوفي ليس مطالبين بالذهاب لمكتب التموين لخصم المتوفى، احنا بنخصمه اوتوماتيك، وده من ضمن التكامل قواعد البيانات ما بين الوزارات وبعضها.